اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما احنا متعودين بنبدا بالاخبار اللي كانت محل اهتمام الناس امبارح، ومن ابرزها توجيهات سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز استخدام احدث الوسائل التكنولوجيه في منظومه التقاضي لتحقيق العداله الناجزه، كمان متابعه سيادته للمشروعات اللي بتتم لتطوير المناطق التاريخيه بالقاهره بما فيها المنطقه المحيطه بقلعه صلاح الدين الايوبي. كمان تاكيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بسرعه تسكين العمارات بديل العشوائيات، وأيضا لقاؤه مع فريد بالحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واللي أكد فيه على أن الحكومة المصرية ملتزمة بإفساح المجال لتعزيز دور للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. أخبار امبارح اهتمت باجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة عملية تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية. ووجه الرئيس بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية بما يساعد على ضبط وحوكمة جميع عناصر المنظومة ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة. امبارح عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع تابع فيه المشروعات الجارية لتطوير المناطق التاريخية بالقاهرة بما فيها المنطقة المحيطة بقلعة صلاح الدين الأيوبي، وده في إطار خطة الدولة لاستعادة الوجه الحضاري للقاهرة ورونقها التاريخي العريق. ووجه الرئيس بالاهتمام بصون المواقع والمنشآت الأثرية وذات القيمة التاريخية بحيث يتم إبراز الطابع الفريد والروح المعمارية الأصيلة للمنطقة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة موقف عدد من المشروعات اللي بيتم تنفيذها لتطوير وإعادة إحياء عدد من المناطق بمحافظة القاهرة. وجه رئيس الوزراء بالعمل على سرعة تسكين العمارات بديل العشوائيات اللي تم بنائها في مدينة العبور الجديدة وأرض الإنتاج الحربي السابقة في مدينة السلام. امبارح وعلى هامش فعاليات مؤتمر إطلاق الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع مع فريد بالحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعدد من أعضاء الوفد المرافق. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بإفساح المجال لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وأشار كمان للقاءات المختلفة اللي بيعقدها مع ممثلي القطاع الخاص لتبادل وجهات النظر حول مختلف السياسات الاقتصادية وتذليل ما قد يواجهونه من صعوبات. وقال كمان إن إنشاء اللجنة العليا للاستثمار تحت رئاسة رئيس الجمهورية ستعمل على إحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة، نفذت القوات الجوية المصرية والهندية تدريب جوي مشترك بإحدى القواعد الجوية المصرية. تضمن التدريب تنفيذ عدد من الطلعات المشتركة تخللها التدريب على التزويد بالوقود في الجو بما يسهم في تبادل الخبرات التدريبية بين العناصر المشاركة من الجانبين. وأظهر التدريب مدى ما وصل ليه مقاتلو القوات الجوية من مستوى احترافي عالي بيؤهلهم لتنفيذ كافة المهام.